سيخلد اسم من عملوا في هذا المعجم إلى أبد الآبدين، إلى أن تنتهي الدنيا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج معجم البابطين للشعراء العربي المعاصرين، فهيا بنا معا نغوص في بحور الشعر، نبحث عن لآلئ الإبداع، نتهدهد في سفائن الكلمات على أنغام مبدعين من شعراء المعجم. معنا اليوم الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، نستمع إلى سيرته ونستمتع بالاستماع إلى بعض قصائده. الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد فياض المرائي، ولد عام 1930 في بغداد بالعراق، تخرج في دار المعلمين العالية قسم اللغة العربية، مارس التعليم الثانوي ثم انتقل إلى وزارة الثقافة والإعلام عام 1970، فكان سكرتيراً لتحرير مجلة الأقلام، ثم رئيساً لتحريرها، ثم مديراً للمركز الفلكلوري العراقي، ثم عميداً لمعهد الدراسات، ثم مديراً عاماً للمكتبة الوطنية، فمديراً عاماً لثقافة الطفل، ثم صار مستشاراً ثقافياً للوزارة. دواوينه الشعرية: لغة الشيطان، وطيبة، والنشيد العظيم، وأوراق على رصيف الذاكرة، وخيمة على مشارف الأربعين، والخيمة الثانية، وغيرها. حصل على وسام جامعة كامبريدج وميدالية القصيدة الذهبية عام 1984. يقول الشاعر في قصيدة استشهاد على عتبة الأربعين: كل شرايينك تصفر فيها الريح، كل غصونك تتهدل بين حناياك، صوحت السدرة في أعماقك، زوبعة جاشت في كهفك فاقتلعت حتى اللحم الحي. كابر بأنابيب عظامك، ارفعها حتى الموت صواري، انشر رئتيك مهلهلتين عليها أشرعة، أبحر في صحرائك، قد شلو سفينك للموت تعجل، أصرخ بالريح يا صاعد نخلة عمرك تحطبها، وصليل حنينك للطلع يصك، يصك عظامك، شاخت شاخت نخلتك العشفاء، اربدت كرب كرب كل ضلوعك، أغمد فأسك أحكمها حتى تتقسم كل صواريك رقابا، تتقطع كل شرايينك يا دفء الدم، فأسك تغرز في اللحم الحي. أما في قصيدة الطارق فيقول الشاعر: وها أنت تجتاز خوف المحبين، تمنح وعدا أصدق، إني رأيت العصافير تنقر بعضا وتسقط في ساحة الدار، أبصرت كف ابنتي ذات عامين تحمل مكنسة، فتوقعت من طارقي، المحبون غلق أبوابهم خوف أن يصدق الشك، من طارقي وأنا محض نفسي،
علامة أني يئست، تحديت أني أخاف، تصديت، قلت امنحوني ولو كذبا أي وعد، فلم يطرق الوعد بابي، وها كف بنتي تقلب مكنسه، والعصافير تنقر بعضا وتسقط في وسط بيتي، ونظرا لمقدمك اليوم أذبح في عتبة الباب يأسي، ومني مروءة أن أفرش العين، أن نتبادل حتى مخاوفنا، وليكن أن وعدك مفتاح كل القلوب التي أحكم الشك أقفالها. وأما من قصيدة احتجاج فيقول الشاعر: اخلعوا عني كل الأوسمة، ارفعوا عن جبهتي كل أكاليل المديح، إنني أرفض جرح الكلمة، أنا لن أسألكم أن تمنحوني أي شيء، أمضغ الآن بأسناني فمي، اتركوني لسلاحي واتركوني لدمي، اتركوني لتراب لم يخني، لم يزعزع قدمي، لن أعود أنا وسدت هنا أجساد أوفى أصدقائي بيدي، دمهم فاض على وجهي وغطى راحتي، لن أعود وإذا عدت وأبصرت صغاري، وإذا زوجة جاري سألتني عن أخيها، عن أبيها، عن أبي أطفالها، أأقول إنني وسدتهم في تربة أجهل في حصة من سوف تؤول، أأقول هكذا ماتوا، ذهبنا كي يموتوا، ثم عدنا بالمدافع صامتات بسيول العربات وبدباباتنا مخذولة ترنو إليها في الشوارع والميادين عيون الأمهات ووجوه الصبية المنتظرين دون أن ترفع كف، دون أن يعلو جبين، زائف كل رنين الكلمات، زائف كل نشيد، باطلات كل تلك الخطب الملتهبة، ليس إلا ثقل الأرض وإصرار الحديد، ليس إلا الصرخة المحتربة كلما يهوي شهيد. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع شاعر من شعراء المعجم، نلقاكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.